المهم ما زدت شعلت لو روبو ديالي غنعبر خصني نعبر البرقوق ديالي بلاتي خصني نطفيه تنحط لو ريسيبيون كما قلت لكم داك النهار باش الميزان ديالك عمرو ما يحسب لك لو بوا ديال لو ريسيبيون. نورك على البوطونه ديال الميزان دابا كما تشوفوا كاينه في صفر حاجه 499. المهم بلا ما نزيد شي حاجه باش ما يديرش ديال العبار نديرو من الداخل ومن بعد نجيب السكر سواه دابا بنفس الطريقه الو ناخذ مثلا السكر بعدا طون ونعبر 500 غرام ديال السكر حتى الناس مع ما فهمت فيه هو حتى الزفته ضروري تندير داكشي بالمقلوب الصاد عطيه الجو تقيل شويه المهم انا تبعت لا روسيت اللي داير ليا في الكتاب اللي جا معاه قال لك دير نص كيلو ديال لو فروي مع نص كيلو ديال داسكار لازم نقص المهم على غرام ما غاديش نضرب غنحط كروش نزيدو سكر حامضة نديرو نص حامضة حيد منا العظم الحامضه فين درتها بالقولي لي البنات جبدي الروبو الاخر ودير فيه الحامضه باش نشوفو كتتعصر نسيت كون درتها حتى هي كوم سا تكون لوكازيون باش نخدم حتى الفرا والله الا نسيت حيدو العظم حيت ضروري خاص تحيد العظم تيبقاوش وحدينا تيسلتو من بعد لالا تنسدو الروبو ديالنا هنا تنسدو وقال لك faire cuire la préparation 25 minutes vitesse 1 avec la fonction vapeur وبلاتي عليا بلاتي عليا نحيدو هادشي الوغ فيتيس 1 كي غنعرف انا الفيتيس 1 الفيتيس 1 تكون هنا زعما هادي فيتيس 1 ensuite
avec la fonction vapeur. Il est où la fonction vapeur? Ça, c'est mijoté, ça doit être ça. Hein? Ah non, mais ça. Ben non. Alors. Vous laissez la tana tana. Est-ce que je suis fumée comme. Alors, d'abord, mettez tous les ingrédients dans le bol et mixez 10 secondes, vitesse 6. Vitesse 6 et time 10 secondes. Là. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et on mixe. On mixe. Faut mixer. Voilà. Ah, je t'ai tenu. Moi, net ha ha le confiture vient normalement au jus. Très bien. Déjà. Attire ha te fais zwina. حرقش يديا هانتوما ما توش يبان ليكم ولا لا جاني خفيف شويه ما عرفتش علاش المهم لو باقي سخون ما غيبانش ليا مزيان خصو تيبرد جاني خفيف بارابور مع هذاك اللي تندير المهم حنا انا غنديرو في القراعي وابخي منين ما غيبرد نوريكم نوريكم كي غيجي في كي غيجي في القراعي وصافي وانتم خليكم معايا بنات وهاد لا كونفيتور ديالنا وجدات دابا بعد ما عقمنا لي بوكو ديالنا وفي الماء السخون وهذاك الشيء درناهم دو سويت وسدينا وقلبنا قلبنا القراعي باش الهواء ما يبقاش فيهم يعني ما يبقاش ما يدخلش ليهم الهواء باش نحافظوا عليهم ايوا الكونفيتير ديالنا ساله وحتى يبرد ونحلوا داكشي ونشوفوا المذاق ديالو واش ام ميم شوز كو هذاك اللي درت او لا انا جاني شويه خفيف هذا ابري جو سي با يمكن من بعد فاش غادي يبرد ويبرد ويشد لا تيكستور ديالو يمكن راه غيتقال اون فيرا بيان المهم المهم انا جيت هجمت انا مرت خويا في الكوزينه باش نشوف اش دير كما بان لكم قطعت البطاطا طريفات صغيورين دابا تتقليها وهذيك غتكون العماره ديال الطورطيه بلي زيبينار ياك مديا ومن بعد شديري كنخلي البطاطا ما خصهاش تكون محمره خصها تكون البطاطا رطبه شويه يعني طيبه ياك لا مقليه ولكن كنشعلوا لها العافيه مجهده ومن بعد كنحيدوها كنخليوها غير شويه ما تجيش محمره رطبه شويه من بعد عندي اسبيناكاس هنايا نزيد لهم شويه زيبيناك هادي زيبينا غنزيدو لهم هادشي مع بكثرة انها تدوب السبليونيه ولاو عندها بزاف ليمو داكشي بحالنا حنايا فاش ندوب الفرونسي اه سمحي لي قطعتك لي زيبينا اها بشويه كريم وشويه كيسو فرماج فرماج من بعد حيت حنا كنعملوها في الشمال بزاف عاود باش تبقى غير ديك الطورطيه معمره غير بالاسبيناكاس وصافي حنا انا كنزيد فيها مع البطاطا كنزيد فيها بحال بصله ومطيشه مشحره وكنعمل لها شويه العطريه ومعدنوس باش كتعطيها واحد اللذه صافي ديك الساعه المهم نوريكم مراحل هيا توريكم المراحل ما تمشيوش بعيد هي جبدات حضرات مطيشه شويه ديال الربيع البصله وشويه ديال لاكريم انا من شويه الكريمه باش ما تجيش سايكه ما تجيش ناشفه ياك ومن بعد غنزيد الكاسو وغنخليها ابارتي غنخليها بوحديتها تبرد شويه من بعد غنشحر البصله شويه زيت لوت
وماطيشور حتى كيدبلوا ما راه كتجي بحال واحد لاصوص كريموسا. كنزيد معها معدنوس الابزار والخرقوم وشويه سبينجبير. المهم انا كنت حيت هادشي هاد لي زينغريديون هادو اللي كنزيد انا حيت حنا في الشمال كيعجبنا داك المذاق زايد ما يجيش هذاك المذاق باسل وصافي غير شويه تكون البنه سيبويا وصافي. تديروش فيها الثومه؟ لا لا الثومه عملتها في الاسبيناكاس. الطورتيه البطاطس كتكون واما ببصله واما بلاشي. وكيبقى داكشي اختياري. حنا في الشمال الا عملناها غير بواحد انت ما تكونش عامره كنعملو معاها غير الا بغيتي البصله وصافي البصله والبيض. ولكن انا كنعملها واحد الطريقه اخرى باش كتجي بنينه باش ما نحرقش المراحل. من بعد تشوفوا واخا النتيجه من بعد تشوفوا مع المراحل اللي فيها بزاف د المراحل. الا بغيتي تعدلها بالكانه وتسنن فيها يعني خصك تعطيلها الوقت. الا بغيتي غير ساهله الطورتيه يعني كتقلي بطاطا كتخلطها مع البيطات وكتعملها صافي كتقليها. هذه كنعطيوها شي وجبه كتجي شويه زايده فيها بزاف د المقادير على حق وطريقه. كتستاهل مثلا حتى الا جان عندك شي واحد تقدر تعمل بحال الانترادا مثلا بحال الشلاضة وداك الشيء كتعمل معاها طورتيه كتقطع مرصوات كتنزلهم باش تحط بيكار. فهمناك فهمناك تم متتبعات راه فهموك. هاد الشويوج الكريمة اللي بقالي غنخليه باش نعملو في واحد هذا واحد السر ولكن ماشي مشكل نبارطاجيه مع المتتبعين ديالنا باش تشوفوا باش كتجي ديك الطورتيه كتجي معلقه وكيجي فيها واحد المذاق مزيون وما كتكونش ديك السخونيه البيضات. اختي جبتي لي الجوع. نوريكم فين غنعملها. جاني الجوع صافي اريد الاكل. كناكل طاطا ساعه ساعه كنخرطوها وكنشوفوا الى باقي خصها تصفلك. وهي ما خصهاش تكون حمراء حيت خصها تجي معلقه. اجي نقول لك تدخليها في الفرن في الاخر ولا طيبي غير في المقله؟ ما تدخلش في الفرن البطاطا ما تدخلش في الفرن. هذا كيبقى كل واحد هو واش تعجبو شنو كيعجبو. حيت كتكون واحد الاكله مميزه وكاين كل واحد الاضافات اللي كيبغي. حيت ما يمكنش نتبعوا جميع الخطوات بواحد الحاجه نقدروا نزيدوا عليها حاجه وتجي حسن. كاين ما كيعجبوش الحاجه مقليه بزاف. انا كتعجبني كيف ما كيعدلوها اسبانيول كتعجبني كتجي لذيذه. وخليكم معنا البنات حتى نشوفوا في الاخر كي غتجي الطختيه ديالنا. هي البطاطا من كتكون كتثقلا كنعليو لها في الاول بعد كنحليو لها خاصها تكون هكذا رطبه ما تكونش محمره باش ديك الكريمه والبيضات كتشربوا مزيان. ولاصوص هذه اللي عملت كتعطي واحد المذاق مزيون للطورتيه. هذه هنايا طوماطيشو بلا مثلهم شويه ديال الزهر شويه ديال الخرقوم ولوين كنزيد عليهم معدنوس. المهم هذه غير اضافه من عندي ولا ملي كنت صغيره كنت كنشوف اختي كتعملها. المهم حنا في العائله عندنا هادشي هذا ضروري في الطورتيه باش كتعطي واحد التعليكه ما كيبقاش غير ديك البطاطا بوحديتها. هنا ملي كليت البطاطا وشحرت داك المطيشه والبصله والمعدنوس زدت الثوم وعملت البيض. ودابا ها السر باش كتجي الطورتيه هشيشه وبنينه. كريم فريش اللي ما عندوش كريم فريش يعمل شويه الحليب حيت دابا هاد البطاطا راه باقي غتشرب. غنحركو مزيان. كي غادي ديري الطبقات غديريها في المقله تشحريها شويه عاد تزيدي عليها لي زيبينه ولا دابا انت واخا كتشوفها هيدا جاريه. دابا انا ماشي غير شبرت وخلطت معاها البيضات صافي غنمشي نقليها. دابا غنغطيها بالسلوفان نخليها واحد 10 دقائق تتجمع زعما كاين وغتشوفها كيفاش غترجع. والطورتيه خصها تكون جاريه شويه ما تكونش ديك قاصحه ما كيبقى فيها ما كي تكون معلكه شويه. المهم انت غتشوف داكوغ هذا هانتينا شفتي ديك البيض وكلشي شرباتو البطاطا. علاش البطاطا ما خصهاش تكون مقليه بزاف محمره ما غتشربش ديك الجو ديال الكريمه والبيض. شفتي دابا شربات كلشي غنزيد لها شويه ديال الكريمه غنزيد لها شويه. هنا عملت شويه ديال الزيت
زيت الزيت العاديه زيت الزيت العاديه اللي قليت فيها البطاطا زدت شي حاجه وعملت غير شويه واش شفتي شويه عملت نفس المقلانيت اللي شحرت فيها كلشي شعل العافيه هيله جاهزه بزاف سخون الزيت مكسله ودابا غنعمل نص هاد الخليط وهذيك الكريمه غنخليها مزيده باش الا كانت هذه ما كفاتني شي ولا شي حاجه ندير منها كبيره هاد الطورطيه باش نحشرو دابا عملنا النص هنايا الطورطيه ياك نخليو هذه ابارتي غتخليها تطيب شويه ولا تزيدي عليها ديريكتومون لي زيبينار لا نخليها واحد شويه واش غير غير تشد شد شويه وشوفي دابا وخصها تغطى بلبس في الماء نغطيوها دابا غنزيد اسبيناكاس هاد اسبيناكاس الا كانوا طبيعيين غيكونوا احسن واحسن دابا كانوا عندنا غير في البواطا ياك معلبين يعني كيكونوا طبيعيين احسن واحسن غتجي اللون ديالو غيكون احسن من هيدا اللي بغى يزيد معاهم جامباس كروفيت كروفيت اللي بغى يزيد شي حاجه يزيدها ولا فعود اسبيناكاس يعمل الا كانوا اسبيناكاس طريين اسبيناكاس مال لي زيبيناك ولا السبانخ لي زيبيناك وتشحر معاهم فلفله خضراء هي تشحر مزيان مزيان وتعمل الجبن فوماج كيجيو مزيانين بزاف غتزيدي لنا الفرماج فيه ولا لا غنزيد دابا هادو فيهم فرماج ليها هما تعلقوا هيدا حيت انا خلطت معاهم كلشي خلطتي في خلطت كيسو ولكن غنزيد غنزيد باش تعجبيني كل حاجه تحطيها بشويه يكون انا كون ريحت كلشي في داك المقله وسرحت بالمعلقه شي الناس الفرق بين الناس ديال الشمال واصحاب كازا حنا حسنا حنا تنديروا كلشي تلوحوا نتوما اختي عندكم داكشي بالتاويل كلشي تحطوه بشويه بشويه كازا بحال الشمال بحال كيبقى غير كل واحد شنو كيعجبو كاين اللي كيعجبو الطياب كيبدع فيه كان شمالي ولا كازاوي ولا واخا واخا نتوما عندكم اختي مع داك التقنيات عندكم مع التقنيات كاين الناس كيعلموا داكشي الطبخ ما شاء الله غزال تخلينا هذا انا شامل بداو يقولوا كتقول الشمال وهاد لا 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 انا ماشي لا ماشي تنعيب راه انا من الناس من انا من الناس الداخل ماشي تنعيب ما تندويش ما تنعيبش على صحاب كازا غير حنايا الناس ديال كازا او اي راه حنا عندنا الزواق وداك الشيء ولكن نتوما كومين معروفين داك قلت لك الحاجه خصها بشويه وانتينا العائله ياك معايا البنات ولا ما معاياش حنا تنقولوا داك كور عطى العور هما تيقولوا لك لا لا العائله كلشي بشويه بشويه اي حاجه وكيف تعجبو يعمل فيها ايوا تتيح اي اي وما انا شاده فيك ما من طرجه القويره كنا بحال بحال مغاربه وانا افتخر المهم من هادشي كامل انا فيا الجوع وبغيت ناكل ماما هي تتكمل الطياب وتا وانا نوريكم حتى النتيجه النهائيه وخليكم معنا ايوا ها عشانا ها لا تورتيه ديالنا كي جات
هادو شي نيم كنا شريتهم عند واحد المغازا ديال التواركة فيهم الفخوماج، ودرنا لا صالات وكاين العصير وعشانا واجد ومرحبا بكم. نتمنى نقول ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم وكنت خفيفة ظريفة على قلوبكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في نهار جديد. وبوسه ليكم كاملين، السلام عليكم، وما تنساوش تابوناو وتوركوا على الزر الازرق كما تيقولوا. باي باي، السلام عليكم.